المسؤولين في النادي الأهلي استقروا على خوض أكرم توفيق لاعب الفريق لفترة التأهيل من جراحة الرباط الصليبي في قطر، وده بعد خضوعه للجراحة اللي هيعملها في النمسا في غضون أيام. الدوري المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هيخلص 2022 وهو في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي للمرة الأولى، بعد ما قدر يسجل 7 أهداف بالشراكة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان. وعلى الرغم من تراجع معدل أهداف صلاح في الدوري خلال الموسم الحالي، ده طبعا بسبب تأثره بمستويات ليفربول، إلا أنه قدر أنه يقدم أرقام مميزة في دوري أبطال أوروبا بشكل كبير. كمان نجح محمد صلاح في أنه يحافظ على ثبات قيمته التسويقية رغم غيابه عن منافسات نهائيات كأس العالم قطر 2022، والقيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح بتقدر ب 80 مليون يورو بعد تحديثات كأس العالم. أنطونيو كونتي مدرب توتنهام أعرب عن عدم سعادته باستئناف الدوري الإنجليزي، ده بعد أسبوع من انتهاء بطولة كأس العالم 2022. وقال كونتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة برينتفورد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي: وضع غريب أن ألعب بهذه السرعة بعد أسبوع واحد من كأس العالم. أنا مش سعيد لأن فريقي عنده 12 لاعب في كأس العالم. وأرتيتا مدرب أرسنال اتكلم عن آخر استعدادات فريقه لعودة الدوري الإنجليزي واستئناف الموسم بعد كأس العالم، وقال: نحن بحاجة إلى بناء الزخمة على أرض الملعب، وعلينا البدء بقوة للابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا، فقرات صباح الخير يا مصر. استنونا.